بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد مودل نمبر 7 في الماث لجريد 4 سكند تيرم. أول كويسشن معايا بيقول لي إيه؟ 2 over 5 multiply 3 over 3 equal what؟ أنا قلت لك والله في مودل قبل كده لما يديني 3 over 3 أو أي fraction يكون النوميريتور بتاعه شبه الدينومينيتور، ده معناه إن هي بمين؟ ب1. وساعتها 2 over 5 multiply يدينا مين؟ قال برضه يدينا 2 over 5. تمام كده يا شباب؟ بعدها بيقول لي 3 minus 1 and 5 and 3 over 5. طب عشان اعمل ده اعمل ايه؟ قال له والله اول حاجه ما ينفعش اعمل سبتراكتنج ل هول نمبر ماينس فراكشن، طيب او ماينس ميكسد نمبر، امال اعمل ايه؟ قال لي لازم يكون ميكسد نمبر ماينس ميكسد نمبر. تمام، قال لي تمام. قال له والله ال 3 دي هاخد منها 1 هتبقى مين؟ قال هتبقى 2. طب وال 1 اللي انا اخدته ده؟ قال لي ببص على الدينومينيتور هنا، الدينومينيتور هنا مين؟ قال لي 5، يبقى اعمل فراكشن الدينومينيتور بتاعه برضه 5. تمام، يبقى دي هنا الدينومينيتور 5، طالما الدينومينيتور 5 يبقى كمان النوميريتور 5. ليه؟ لان انا بقول انا خدت 1 وال 1 الفراكشن بتاعه بيكون النوميريتور قد الدينومينيتور. بعد كده اقول له ماينس اهو 1 اند 3 اوفر 5. بعد كده اقول له ايكوال بقى، ها هيبقى 2 ماينس 1 الهول نمبر ماينس هول نمبر، يلا 2 ماينس 1 الايكوال 1. بعد كده احط الدينومينيتور زي ما هو 5 واقول له 5 ماينس 3 ايكوال 2، يبقى هتطلع لي 1 اند 2 اوفر 5 اللي هي عندي لتر بي. بعدها بيقول لي the decimal which represents the opposite shape is not type. اول حاجه اعدهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الدينومينيتور بتاعي هنا 10. طب كم جزء الشيب بقى او كم جزء الشيدت هنا؟ ادي 1 2 3 4، يبقى 4 دي 10، يبقى هنا ساعتها 4 over 10. 4 over 10 اللي هي معناها 4 tenth، صح ولا لا؟ كان بقول له بالظبط 4 tenth. طب انا عندي هنا مفيش فيه 4 tenths في الانسرز، بس في عندي 40 hundredths. قال لي طب انا لو زودت زيرو هنا هي هياها ال 4 tenths، يعني ال 40 hundredths هي ال 4 مين؟ ال 4 tenths. يبقى انا اختار عندي مين؟ لتر بي. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بيقول لي 5 over 7 ولا 1 half؟ عايز يعرف مين هنا الكبير او مين الجريتر. قال لي والله اول حاجه عشان اعملها اعملها عن طريق البنش مارك. انا عندي ده هاف، يبقى انا كنت بقول له والله الفراكشن بتاعي يا اما كلوزر تو هاف يا اما كلوزر تو زيرو يا اما كلوزر تو 1. هنا انا عندي دي هاف اصلا، خلاص اسيبها زي ما هي، انما دي 5 اوفر 7. قال لي والله يا سيدي هات لي الهاف بتاع الدينومينيتور. الهاف بتاع الدينومينيتور هنا مين؟ قال لي 3.5. طب انا عندي ال 5 جريتر ذان الهاف بتاع الدينومينيتور، يبقى دي كلوزر تو مين؟ قال لي دي كلوزر تو 1. يبقى انا عندي ال 1 ولا الهاف؟ which one is greater؟ فاقول له لا ال1، يبقى ساعتها هي دي، يبقى اختار مين؟ letter A. بعدها بيقول لي اذا نوت انجل از less than right angle، ايه هي الانجل اللي اقل من right angle؟ قال له والله الاكيوت. ساعتها اقول له مين؟ انا اكيوت انجل. بعدها بيقول لي 5 over 3 equal what؟ فاقول له والله 5 over 3 يعني انا لازم احولها لميكسد مين؟ نمبر، عن طريق اللونج ديفيجن. ادي هنا ال5 وادي هنا ال3. اقول له بقى كام ملتبلاي 5 يدينا 3 او كام ملتبلاي 3 يدينا ال5؟ فاقول له والله ال1، لان 1 ملتبلاي 3 ايكوال 3. بعد كده اعمل ماينس 5 ماينس 3 قال لي ايكوال 2، يبقى من هنا الهون نمبر هيبقى كام؟ شاطر، هيبقى 1. بعد كده الدينومينيتور، قال انا عندي هنا الديفايزر اللي هقسم عليه هو ده الدينومينيتور اللي هو 3 والريميندر اللي هو 2، يبقى ده عباره عن ايه؟ 1 اند 2 اوفر 3 اللي هي عندي مين؟ اللي هي عندي لتر دي. هنا بيقول the number of most repeated is not، طيب اكتر حاجه اتكررت هنا مين؟ اهيت اللي عندها اكس كتير اللي هي دي 1 2 3 4 اللي هي دي 6 and 1 3 اللي هي عندي letter دي. نروح للكويشن اللي بعده. هنا كويشن نمبر 2 بيقول لي complete the unit form او the unit form of 4.52. طيب يا سيدي اول حاجه هو عاوز ده unit form، يعني انا كل نمبر بتاعها اكتبه على حسب اليونت بتاعته. تمام، فانا عندي هنا مين؟ قال لي 4 دي موجوده في انهي ايه؟ في انهي يونت؟ قال لي في الوانس، يبقى ساعتها اقول له 4 وانس. تمام، اللي بعدها انا عندي هنا مين؟ ال 5 موجوده في التنس، يبقى ساعتها اقول له 5 تنس. اللي بعدها انا عندي مين؟ ال 2 دي موجوده فين؟ قال لي في ال 100، يبقى ساعتها اقول له اند 2 هنكتبها له هي 2 2 ايه بقى؟ اقول له 200. تمام كده يا شباب؟ تي اتش اس. اللي بعدها بيقول لي 5.2 ايكوال وات اوفر او ايكوال نوت 100. طيب يا سيدي انا قلت لك قبل كده لما يديني نمبر زي ده بعمل ايه؟ قال لي شيل الديسمال اكتبه زي ما هو، ادي 52. وانا عندي هنا الديسمال بوينت بعد كام رقم؟ قال لي بعد رقم واحد، يبقى احطها هنا اوفر 10.
طب هنا بقول انا عاوزها مين؟ هاندردز. هاندردز يبقى ازود هنا زيرو عشان تبقى هاندردز، وازود كمان فوق زيرو، يبقى انا عندي الرقم هيبقى كام اوفر 100 او كام هاندردز، فهيبقى عباره عن 520، يبقى اقول له ده عباره عن 520 هاندردز. انما لو كان بيسال على التنس بس، ساعتها كنت اقول له عباره عن 52. هنا بقول لي 5 اوفر 15 ايكوال 15 اوفر وات؟ اقول له والله ال 5 دي عشان تبقى 15 يبقى انا عملت لها ملتبلاي 3، فاقول له 5 ملتبلاي 3 ايكوال 15، يبقى ال 15 دي كمان هعمل لها ملتبلاي 3، و15 ملتبلاي 3 ايكوال كام؟ قال لي 45. بعدها بيقول لي there are not unit fraction that form 7 tens. طيب انا عندي 7 tens يعني 7 over 10، فبقول لي فيه كام unit fraction؟ كنت بقول لك والله عشان اعرف اليونت فراكشن بعرف النموريتور اللي هنا كام. النموريتور هنا 7، يبقى اقول له there are 7 unit fractions. بعدها بيقول لي the opposite figure shows not angle. اقول له والله الانجل دي عباره عن obtuse angle. اقول له عباره عن ايه يا شباب؟ obtuse، واظن احنا عارفينها كتير من كتر ما حلينا، يبقى دي عباره عن ايه؟ obtuse angle. اللي بعدها بيقول لي 3 and 7 tenths is equivalent to not as decimal. طيب انا عندي 3 ده هو نمبر هيفضل زي ما هو، بعد كده اعمل decimal point. هنا بيقول لي 7 over 10 يعني 7 tenths بس، يبقى انا كده حولتها. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بيقول لك the model اللي قدامك ده represents not as fraction. طيب اول حاجة عدهم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى احط الدنومينيتور هنا 8. طب كم جزء الشديد بقى؟ هبص الاقي عندي 1 2 3، يبقى 3 over 8. هنا بيقول لك the place value of the digit 5 in the number 37 and 5600. طيب هو عاوز هنا البليز فاليو صح ولا لا؟ بليز فاليو يعني اشوف ده موجود في انهي يونت. قال له والله ال5 دي موجوده في اليونت بتاعت التنس. بس ساعتها اقول له دي ايه؟ تنس، دي عباره عن تنس. نروح الكويشن اللي بعده. كويشن نمبر 3 بيقول لك ايه؟ شو ذا كوريكت انسر، which of the following can be represented by a double bar graph. double bar graph يعني لازم يكون في عندي حاجتين يا شباب، لازم يكون في عندي ايه؟ حاجتين ماشيين قصاد بعض عشان اعرف امثلها عن طريق البار جراف او الدبل بار جراف. طيب هنا بيقول لك sleeping hours every night، واللي بعدها بيقول لك favorite food، واللي بعدها بيقول لك maximum and minimum temperatures in different cities، واللي بعدها بيقول لك length of five things you او on your desk. طيب يا سيدي، انا قلت لك لازم يكون في عندي حاجتين ماشيين قصاد بعض، فانا عندي هنا sleeping every day او every night ديت مش معانا، sleeping hours مش معانا. ليه؟ لان ديت ممكن انام مثلا الليله دي 8 بكره 7، فدي مش هيحصل لها حاجتين ماشيين قصاد بعض. اللي هتنفع معانا اللي هي السي. ليه؟ انا عندي الماكسيمم والمينيمم، فممكن مثلا في سيتي معينه يكون مثلا الماكسيمم هنا والمينيمم هنا، تمام يا شباب؟ السيتي الثانيه يكون الماكسيمم هنا او مثلا يكون مينيمم هنا وبعد كده ماكسيمم هنا وهكذا، فاهمينها ازاي؟ فدي اللي هتنفع معايا، يبقى هي الانسر بتاعتي مين؟ هتكون سي. هنا بيقول لي 3 بلس 3 تنس بلس 300 ايكوال وات؟ اقول له والله اكتب كل نمبر على حسب اليونت بتاعته. انا عندي هنا ده في الوانس، ده في التنس، ده في مين؟ في الهندرس. بعمل يونت للوانس ديسمال بوينت، بعد كده تنس هندرس، وكل نمبر على حسب اليونت هيبقى عندي هنا 3 بعد كده 3 بعد كده 3، اللي هي تبقى الانسر عندي مين؟ اللي هي هتكون الاطار دي. هنا بقول لي 4 ملتبلاي 1 اوفر 7، اقول له والله اول حاجه بحط الدنومتر زي ما هو 7، واقول له الهوم نمبر ملتبلاي مين؟ النمريتور، هيبقى 4 ملتبلاي 1 ايكوال 4. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقول لك ذا تو لاينز ار نوت، اقول له والله التو لاينز دول مالهم؟ قال لي بارلل، هما الاثنين ماشيين قصاد بعض. هنا بقول لك ذا اوبزيت تراينجل از نوت، فاقول له والله انا اول حاجه ده في عندي هنا اوبتيوس انجل، يبقى ده اسمه ايه؟ اوبتيوس تراينجل. هنا بقول لك the rectangle has not، قال لي والله انا عندي rectangle، هنا بقول لك في 4 equal sides، اقول له غلط. هنا بقول لي في 4 parallel sides، اقول له والله برضه غلط. ليه؟ لان انا عندي بقول لك في 4 right angles، ولا بقول لك 2 obtuse angles and 2 acute angles. بص يا سيدي، لما اقول انا عندي هنا في 4 parallel sides بقول له غلط والله. ليه؟ لان عندي هنا ال parallel sides اهو، انا عندي ده 1 parallel side، واللي بعدها كمان 1 بيرل، 1 بيرل لو غلط، انما هو فيه 4 رايت انجلز. في مين يا شباب؟ 4 رايت انجلز، تمام كده؟ يبقى انا عندي ريكتانجل اهو اللي هو المستطيل يعني، في 4 رايت انجلز، انا عندي دي اهو، وهنا دي وهنا دي وهنا دي، تمام كده يا شباب؟ اللي بعدها بيقول لك the angle which its measure equals او its measure equals 170 degrees is not، اقول له والله degree greater than
right 90 degree less than 180 يبقى دي اسمها ايه؟ اقول والله دي اسمها obtuse degree. طالما هي اكبر من ال 90 واقل من ال 180 يبقى دي عباره عن مين؟ obtuse degree. نروح للكويستشن اللي بعده. هنا بقى بيقول لي question number 4 answer the following questions. سمير painted 5 over 11 of the wall with blue. بيقول لي what is the remainder of the wall to be painted. طيب يا سيدي هو اول حاجه painted مين؟ 5 اهوت. لو انا مثلا نفترض عندي دي الوول تمام كده يا شباب دي الوول وجه هو عمل ايه؟ painted 5 over 11 يعني عمل بنت بس البارت منها معين تمام اللي تمام عمل بنت البارت ده يبقى البارت اللي باقي قد ايه؟ فالمفروض انا عندي دي كلها عباره عن one hole صح ولا لا؟ هو جه بنت 5 over 11 يبقى اللي ناقص قد ايه؟ بس ساعتها اقول له 1 minus 5 over 11 equal. طب انا عندي ال 1 ده قال له والله هعمله عباره عن fraction الدينومينيتور بتاعه شبه الدينومينيتور بتاع ده هنا الدينومينيتور 11 يبقى احطه هنا 11 وطالما حطيت الدينومينيتور 11 يبقى احط النومريتور كمان 11 عشان 11 over 11 بكام؟ 1 minus 5 over 11 اقول له بقى equal ها احط الدينومينيتور 11 زي ما هو واقول له بعد كده 11 minus 5 equal كام؟ قال لي equal 6 يبقى اللي بقى قد ايه؟ فاقول له والله 6 over 11. نروح للكويستشن اللي بعده. هنا بقول لك ايه بقى؟ draw angle ABC with measure 55. طيب اول حاجه هتني جايب له مين؟ البروتراكتور بتاعتي المنقله ما عنديش غير اهو ماشي يا سيدي ادي المنقله بتاعتنا ظاهر ده. بعد كده هعمل ايه؟ قال لي خلاص هتني جايب المنقله بس الاول هتني راسم اللاين الاولاني اللي بقى بتاع مين؟ الانجل اهو ده اللاين الاولاني بتاع الانجل بتاعي. بعد كده تلاقيني جايب الانجل اهو او البروتراكتور ومكبرها بس شويه ده عشان عندي هنا مش شايف. بعد كده قال لي والله اقف قصاد ال 55. طيب ال 55 فين؟ قال لي ماشي مع السكيل اللي بيبدا يزيد اللي بيبدا بيزيد عند اللي هو اللي بره هنا 40 50 اهو هنا وصلت عند ال 50 ال 55 اللي هي في النص هنا كده ما بين ال 60 وما بين ال 50 اللي هي في الحته دي كده تمام كده يا شباب اهو يبقى انا عندي دي مين؟ ال 55. بعد كده قال لي خلاص بقى بوصل البروتراكتور بتاعتي او بالمسطره لو انا معايا مسطره رولر او واتني موصل يبقى انا كده رسمت له مين؟ ال 55 ديجري. نوصلها بقى ببعضها اهو ادي اهوت يا سيدي يبقى انا كده وصلت له 55 ديجري. بس في حاجه بقى انا لحد الان ما كتبتش النيم بتاع الانجل وبيقول لي هنا اسمها ايه؟ انجل اي بي سي. انا الاول ارسمها وبعد كده بعمل لها الاسم فبيقول لي ايه يبقى هبدا مثلا من عندي هنا السايد ده ايه بعد كده البي دي في النص اللي هي الفيرتكس بعد كده هنا مين؟ ها اس سي واقول له والله ده عباره عن ايه؟ 50 5 degrees. نروح للكويستشن اللي بعده. هنا بقول لك find 2 plus 1 over 7 plus 3 over 3 and 3 over 7. طيب يا سيدي اول حاجه هعملها هقول له whole number minus whole number او plus whole number يبقى 2 plus 1 هنا اهو 2 plus 1 equal 3 3 plus 3 equal كام؟ قال لي equal 6 يبقى ده كله equal 6. بعد كده انا عندي هنا الدينومينيتور زي ما هو 7 واقول له بقى whole number او fraction plus fraction 3 plus 1 equal مين؟ قال لي equal 4 يبقى انا ده طلع عندي 6 and 4 over 7. اللي بعده بيقول لي 9 and 7 over 11 minus 3 and 5 over 11. طيب انا هقول له whole number minus whole number وfraction minus fraction فيبقى 9 minus 3 equal كام؟ قال لي equal 6. بعد كده احط الدينومينيتور زي ما هو 11 واقول له 7 minus 5 قال لي equal 2 يبقى الانسر بتاعتي مين؟ هتبقى عباره عن 6 and 2 over 11. بعد كده اخر كويشن معانا موجود في الموديل ده بيقول انا عندي هنا ستاندرد فورم. طيب هو عاوزني اكتب ده في الستاندرد فورم هكتبه ازاي؟ قال لي اول حاجه انا عندي لما يكون الشكل كل ده ملون فده اسمه ايه؟ قال لي 1 هول يبقى انا عندي ده عباره عن 1 وهنا 1 وهنا 1 يبقى كده 3 وهنا 1 يبقى كده 4 يبقى انا عندي هنا مين؟ قال لي 4 في الهول نمبر تمام كده يا شباب تمام يبقى انا عندي اول حاجه هنا 4. بعد كده اعمل ديسمال بوينت واقول لك ليه؟ انا عندي ده اللاين الواحد من ده عباره عن 10 يبقى دي هنا 10 و10 اللي يبقى 20 و10 يبقى 30 و10 40 و10 50 بس 50 من كام؟ قال لي 50 من ال 100. طب خلي بالك معايا انا عندي ده كمان ها ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى انا عندي 58 يبقى كام؟ قال لي يبقى 58 58 يبقى قول والله 58 ها 100 58 مين 100. دلوقتي انا فاضل لي مين؟ قال لي والله ده انا كل اللي عاوز اعمله التاني ان انا احطها في الوورد فورم. طب خلاص اقول له في الوورد فورم انطقها هقول له والله ده عباره عن 4
and مين بقى 58 اهو، يبقى ادي عندي هنا 58 hundredths. تمام كده يا شباب. طيب اللي بعدها بيقول لي انا عاوز دي في اليونت فورم. يونت فورم يعني هكتب كل نمبر على حسب اليونت بتاعته. فانا عندي هنا الفور دي موجوده في انهي يونت؟ قال والله دي موجوده في اليونت بتاعت الوانس، يبقى ساعتها اقول له فور وانس. اللي بعدها فور مين؟ وانس. اللي بعدها انا عندي الفايف دي موجوده فين؟ قال في التنس، يبقى ساعتها اقول له فايف تنس. اللي بعدها انا عندي مين؟ قال والله انا عندي فاضل لي الايت. الايت دي موجوده فين؟ قال لي في اليونت بتاعت الهندردز، يبقى ساعتها اقول له ايت هندردز. تمام كده يا شباب. طب اللي بعدها كده انا خلصت اول ثلاثه. تمام، قال لي تمام. اللي بعد كده اخر حاجه قال لي الاكسباندد فورم. طيب الاكسباندد فورم يعني هكتب كل رقم على حسب، او هكتب الفاليو بتاعت كل رقم على حسب اليونت بتاعته. تمام، قال لي تمام. فانا عندي هنا الفور دي موجوده في اليونت بتاعت الوانس، يبقى الفاليو بتاعتها بكام؟ قال لي 4، واقول له بلس. الفايف دي موجوده في اليونت بتاعت التنس، يبقى الفاليو بتاعتها بكام؟ قال لي 5 تنس، واقول له بلس. الايت دي موجوده في انهي يونت؟ قال لي في اليونت بتاعت الهندردز، يبقى الفاليو بتاعتها بكام؟ قال لي ب 800، يبقى 0.08. ونكون بكده ان شاء الله خلصنا موديل نمبر 7، وانتظرونا ان شاء الله في السيشن اللي جايه وموديل جديد. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وسبسكرايب. مع السلامه.